صاروا جاهزين. أوه، معقول التليفون له كل هالسحر حتى صرتي سريعة؟ إمتى رح يجي نزير بيك بقى لنفهم شو صار معه؟ مو قلك كل شي على التليفون، شو ضل لسا بدك تعرفي؟ ما كملنا كل شي، نقطع الخط. نزلي رجليكي، مو حلوة، بركي فات حدا وشافك، مو حلوة بنوب. مو شايف كيف منفخين ولا لا؟ قال مو حلوة. قام اسمع، رد على موبايلها خلينا نشوف مين. مين؟ مريم خانم، فخر الدين بيك عم يدق لك. خالي مريم، فخر الدين أولغاز عم يدق. أبو لكريم متصل على الموبايل. ألو؟ نعم. بالله؟ فهمت. ست فاطمة؟ شوفي محمد، نام برك. يلا رح أخذ هدول لبين ما تخلصي. خير، حشوف. أخي الله يخليك، ودي هالخبزات على الطاولة. تكرمي تكرمي، لسه من شوي قلتي إنه رجليكي واجعينك، روحي وارتاحي شوي، روحي وارتاحي. روحي ريحي حالك. مريم خانو، خير، شو بده منك فخري أفندي؟ ليكون سرها يا، وليش ما عم ترديش لسانك بلع القط يا حرام؟ فهميني شو عم بصير. هذا مو شغلك انتي ميسر خانو. صوت تفاجأت فيه عن جد، حتى هو ما كان متوقع انه المدير يسمح له يحكي بالتليفون. تعي اختي، تعي اختي، تعي ادي، تعبتي وانت عم تشتغلي. رايح اجيب الحلو اخي. ميسر تعي وسكر الشباك، هلا بتاخدي برد. عم بستنى الاكل ليبرد وانا واقفه هون قصدام، عم شم هوا نظيف. رح نروح قبل المحاكمه بيوم ما؟ والله ما بعرف، لوقتها بنبقى ونقرر. ها الست وصلت، عم تشم هوا. شرفت. فخري بيك موصلة بسيارته؟ لا، باين جاية لحالة، باين عليها كتير مبسوطة، عم تركض ركض على الدرج ما شاء الله. مراد نزل افتح لي الباب. ليك أمي، دير بالك وانت نازل على الدرج. ها رح جيب لها صحن لكان. لا تعزبي حالك، بتكون تعشيت برا شي مطعم. يا عمري كيف عرفت اني وصلت وفتحت لي؟ امي شافتك من الشباك وقالت لي افتح لي. تسلموا ايديك، طلع حبيبي طلع. مساء الخير يا جماعه. مساء النور. اهلين مدام. بتسدوا تلجت من البرد، تقول الدنيا الشتا مو هيك. ايه شو بده منك فخري بيك؟ عادي ولا شي، رح غسل ايدي ثواني بس وبعدين بدك تحكي لي كل شي قاله كريم. خدي راحتك، ناطرينك. عاطية بالك كيف عم تتحاشى تحكي عنه؟ ليش برأيك؟ إذا الله ما كذبني كان في شي بيناتهم من زمان ورجعوا هلا حنوا لبعض من جديد. شو هالحكي مرت أخي، عيب. إيه ميسر، عيب، والله عيب. لكن ليش عم تجاوب على قد السؤال وما بتحكي؟ خلص حاجة. بكفي ميسر. إيه بكرة بدوب التلج وبنعرف. أنا بتسمحولي. طب كفي عشاك؟ جاي من السفر تعبان، بدي نام. تصبح على خير لكان. الله معك. شكرا لك. شو؟ ما فيك تبطلي هالعادة؟ احكي شو؟ شباك لك غيران من علاقتها بفخر الدين بيك. أحلى من النظافة ما في. إيه؟ وينه نزير بيك؟ نزل لتحت. ليش ما استناني؟ مو جاي على باله الظاهر.
الشوربه بردت واخذتها لسخنها. استني شوي بس تسخن بسكب لك صحن. لا حبيبتي ما في داعي، لا تعذبي حالك ابدا، اكلت برا. شو عم يضحكي؟ لا تضايقي حالك. هلا فاطمه اختي بدنا نروح ننام، بدك شي منا؟ يا ايه قاعدين وعين الله علينا. احسن احسن، انا نعسان نعسان، خلينا نروح ننام. كمان انا نعسانه حبيبي، رح اطب السفره وروح نام. ها سمعتي؟ كمان فاطمة نعسانة، قومي. يلا ابني يلا، تقلي عم رتبة. يسلموا ايديك يا عمتي فاطمة. صحة وهنا حبيبي. يلا تصبحوا على خير. وانت حياتي. وانت من اهله. على مهلك مراد ابني، ميسر مسكي ايده. اوف هات ايدك لشو فقا. طلع قدامك احسن ما توقع ولا. رايح نام استاذ. الله معك. شو شايفتك قاعد لسه؟ شو طارت النعوسة؟ أنا فهمانة وجعك، أنت عم تتعب لها من كل قلبك وهي مأمنة وعم تستغل هالشي وعم تلعب فيك. عفوا مدام. مريم خان ومفخر الدين بيك. ميسر. ليش عم يلتقوا كل يوم والتاني برأيك؟ في شي قصة قديمة وتجددة؟ ولا صار في شي بيناتهم وعم يستغبونا؟ مشان الست مريم تضرب عصفورين بحجر واحد. ميسر يلا. ماشي. بس ما كون زعجتك نزير بيك. شبكي حلي لك الحكي هلا، مفتاح معك ونحن واقفين. طيب فهمنا خلاص. نسيت حالي متوغزيني، يلا رح قوم ساعدك. لا ما في داعي، هنن كم صحن بكملهم لحالي. لا حبيبتي بدي ساعدك، انت تعبتي. ايه شو صار معك؟ شو حكيتوا اليوم؟ قصدك انا وفخر الدين بيك؟ عادي بعرف، بس قصدي لشو توصلتي بقعدتك معه؟ اقتنع منك؟ مو زيادة مقتنع، قصدي لك يا عمتي قبل هاي المرة حاولتي وطلبتي منه يسامحه وما قبل. شفتي بعينك كيف مصر على موقفه مو قبلاني ناقش فيه. بقى يا ريت تحترمي رغبته وما تضغطي عليه كرمالي. ما بتعرفي شو شوفي. اعطيني عنك اعطيني عنك، قدر ارتاحي شوي حبيبتي. شو صاير لك؟ سلب ذنبي أنا؟ فاطمة أنا اللي خليت كريم يكره أبو أكتر من اللازم؟ شو قصدك يعني وضحي؟ أمه ماتت وضل وحيد، أخذته لربي ودير بالي عليه وقد ما حبيته خفت عليه، قمت خبيت عنه، خبيت عنه المكتوب اللي تركت له يا أمه. مكتوب شو؟ أم كريم كتبت له رسالة لابنها قبل ما تنتحر وتركتها ليقراها، بس أنا خبيت عنه، خبيت عنه لأنه أمي ما خلتني أعطيها، قالت لي خليها لحتى يكبر، خليها ليكبر مشان يفهمها. ولما كبر ما عطيته اياها من خوفي عليه ينصدم. كنت خايفه تتشوه صوره امه اللي كانت احلى حدا بذاكرته. كانت كاتبت له فيها انا. لا لو سمحتي ما بدي اعرف شيء. بما انك خبيتيها عن كريم فانا مو من حقي اعرف شو فيها.